خاطر حيبان السايبه. يا عم عنتر، عامل ايه؟ حربي، اللي انتوا بتعملوه ده غلط وغلط كبير. لو الباشا الكبير علم بيه مش هيرحمكم. متخافش علينا يا عم عنتر، كل اللي بيحصل ده بأوامر الباشا الكبير، وأوامره لينا نخلص من عزام وعنتر. عزام خلصنا منه بقى، الله يرحمه، ما فاضلش غيرك. جاي تقتلني؟ انا لو كنت عاوز اخلص منك كنت قتلتك امبارح بالليل في العوامه ورميت جدتك في النيل. بس بصراحه ما قمتش عليا. اي مكان برضو احنا بنعيش وملح، والعز اللي احنا فيه ده انت واحد من اسبابه، والنادل بس هو اللي ينكر ده، واحنا مش قدها لعم عنتر. قصدك ايه؟ انت بلدكم في الصعيد مش كده؟ اسيوط، مركز البداري، بلد اسمها العتمانيه. امسك. ايه دول؟ انا هقوم اوصلك دلوقتي الاول للطريق هنا، ومن هناك تاخد اي مواصله ترجع بيها بلدكم في الصعيد. عايزك تختفي هناك، غير شكلك، غير اسمك، المهم اياك ترجع القاهرة هنا تاني. عايزك تختفي من على وش الارض. عنتر الشندويلي ده بح، كان في منه وخلص. فهمني يا عنتر. انت اللي فاهم يا باشا الكبير، اللي بيعرف انك انت هربتني هيسكت؟ لا، هيفضل ورانا احنا التنين لحد ما يقتلنا. بتعرفش الناس دول يا حربي؟ تعرفهمش؟ دول مفيش في قلوبهم رحمة. محدش بيدور على ميتين يا عم عنتر. انت بالنسبة للباشا الكبير دلوقتي اتقتلت امبارح بالليل في العوامة واترمت جتتك في النيل، وزمان السمك اتعشى بيك وحبس. انت قلت له كده؟ يلا يلا بينا نمشي من هنا. الدنيا قربت تليل واللي سطر عليا وعليك. ايوه ايوه عدلي بيه، انا مفيد. انا مفيد في ايه تاني؟ الحكايه عكت على الاخر، وانا بصراحه ماليش غيرك. البركه فيك يا عدلي بيه. يعني ايه البركه فيا؟ انا كنت خلفتك ونسيتك يا عدلي بيه. ده انا من رجالتك ومحسوب عليك، وياما وقفت جنبك وساعدتك. المفروض انك تقف جنبي وتساعدني في الوحله السوداء اللي انا فيها دي. انا نص ساعه وهكون عندك في الفيلا. اوعى تيجي الفيلا، من مصلحتي ومصلحتك ان ما نتقابلش تاني بعد كده خالص، مفهوم؟ يا عدلي بيه، انا مفيش قدامي غيرك عشان الجا له، ولا هضطر الجا للبوليس علشان يحميني، وساعتها هقول على كل حاجه. انت اتجننت يا مفيد؟ بوليس؟ ما هو يا اما تقف جنبي وتساعدني، يا اما يبقى عليا وعلى ادائي. انا نص ساعه وهكون عندك في الفيلا، ويا كده يا كده. كفايه عليك كده، اطلع لهم. هو ايه ده اللي كفايه؟
هو انت كمان يا عادل هتخلي النوم بمواعيد؟ بايزة بقولك اطلع نام. ايوه دنيا خير؟ عاجبك اللي حصل ده بقى يا سي حربي؟ اهو الكباريت قفل واتقطع عيش كل اللي شغالين فيه، وانا طبعا منهم. ولا يهمك يا دنيا، بكره ربك هيفرجها. هيفرجها ازاي بس؟ بقول لك ايه، انا مش فايقلك دلوقتي ومش عارف اتكلم معاكي في التليفون، بكره على بعد الظهر كده هعدي عليكي وارسيكي على كل حاجه. بس على الله تفوت، ما تطنشش. وانا عمري طنشتك؟ جرى ايه يا حربي؟ بتدلع عليك يا اخي. واللي هو الدلع يعني حرم اليومين دول. دلعي. دلعي يا بت زي ما انت عايزه، بكره تدعي لي. طيب المهم ما تتاخرش علي. ماشي مش هتاخر. يلا شد انت. واحد الكهرباء مسكته قال لها مش انا مش انا. اهلا يا معلم حرب. مساء الفل يا احلى زهر. يسعد مساك. كنت فين كل ده يا حرب؟ قاعدين مستنيينك. بخلص مصلحه كده يا معلم. ها عملت ايه؟ كل خير. الو صلاح، الحقني يا صلاح الحقني. ايه يا ميسه في ايه؟ صلاح انا لازم اقابلك، لازم اقابلك ضروري جدا. ايه عادل عرف ان احنا اتقابلنا؟ لا لا. امال ايه اللي حصل؟ مش عارفه يا صلاح، مش عارفه اقول لك ايه. ما تتكلمي يا ميسه. صلاح مش هينفع احكي لك اي حاجه على التليفون. اقول لك بكره، بكره لما اجي لك احكي لك على كل حاجه. يا سلام يا معلمه، حبه اكل انما ايه؟ اخر تمام. شوفي رغم انها ما فيهاش حمام محشي بس مش مشكله. حلو حلو. ما هو مش معقول كل يوم بقى حمام حمام، ده احنا حتى كده نزهق. على رايك يا معلمه، اصل العزال كتروا قوي اليومين دول. عامله ايه دعاء في شغل المسابك؟ تمام الحمد لله. دعاء دي ربنا بعتها لنا من السما، بتعمل احلى شغل، شغل 100 100، متابعه كل طلبات العملاء والتسليم والتنفيذ. بنت تعجبك. برافو عليك يا دعاء. ان شاء الله بكره الصبح بفوت على عم نوفل ارتب معاه كل حاجه. ارتب معاه ايه؟ موضوع الجواز، والمره افوت على السمسار يفرجنا كام شقه كده حلوه في وسط البلد. مالك يا دعاء؟ في ايه؟ لا ابدا مفيش اي حاجه، مفيش حاجه. دودو يلا قولي للساره تيجي تلم الاكل، احنا خلصنا عشا خلاص، قولي لها تعمل لنا طعم الشاي. يلا يا رجاله نقعد في الصاله. اتفضلوا اتفضلوا يا زين. مش هتقوموا ولا ايه؟ يلا
ايه يا دعاء مالك؟ في ايه؟ سلامتك، مفيش حاجة، أنا تمام. لا طبعا في. يا بنت ده أنا حافظك من وأنت عيلة قد كده. أنت في حاجة شغلاك يا دعاء؟ في حاجة مغيراك من ناحيتي؟ زين، أنا عايزاك تركز في شغلك والنبي، ومش عايزاك تشيل هم. طب وهو أنا عندي أغلى منك في الدنيا دي عشان أشيل هم؟ يا بنت ده لمونة عيني يوم ما نتجوز ونتلم أنا وأنت في بيت واحد. ليه السربعة دي؟ ليه يا زين متصربة على إيه؟ سربعة؟ أيوة، يعني أنا شايفة إن مفيش داعي يعني للسربعة، ما تكركبش كل حاجة كده على دماغنا. بلا يا دعاء، وأنا كل ما أكلمك تركبي لي الوش الخشب؟ هو في ايه؟ مفيش حاجة يا زين، هيكون في ايه يعني؟ والله اسألي نفسك بقى، شوفي انت بتكلميني ازاي؟ والله بقى هي دي طريقتي، وده اللي عندي، واحنا يا ابن الناس لسه على البر، لو مش عاجبك خلاص بلاش الموضوع ده كده. يا زين انت عارف انت غالي عندي ازاي؟ وعارف ان انا شايلة همك، وعايزك تاخد بالك من نفسك ومن شغلك، وكمان عايزك توعدني وعد. اوعدك. مش لما تعرف ايه الوعد الاول؟ من غير ما اعرف يا ستي اوعدك. زين انا عايزك تاخد بالك من نفسك كويس قوي، ومن شغلك كمان، ومش عايزه اي حاجه تعطلك عن الحلم اللي انت نفسك تحققه طول عمرك، حتى لو كانت الحاجه دي انا. توعدني؟ هو في ايه يا دعاء؟ مفيش حاجه يا زين، وانت ما تعرفش يا زين توعدني من غير ما تسال؟